بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية ثانوي الجميل العلمي. طبعا النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنحل مع بعض النموذج الاسترشادي اللي الوزارة منزلاه بالنسبة للابلايد ماث. بيتكون عندنا زي ما احنا عارفين ستاتيكس وسوليد جيومتري. الفيديو ده لطلبة علمي فقط لا غير. هنشتغل مع بعض النموذج الاسترشادي، بيكون يعني قريب شوية من الامتحان بتاع الفاينل ان شاء الله، قريب كتكوين الأسئلة أو عدد الأسئلة وكمستوى امتحان يمكن شوية. طيب تعالى كده نسمي الله ونبدأ سؤال سؤال مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: Two forces of magnitudes 3 و 5 newtons. أحب أكتب الجيفن على جنب. F1 equal 3 F2 equal 5. The measure of the angle between them اللي احنا يا جماعة في الرول كنا بنسميها ألفا equal 60 degrees. Then the magnitude of the resultant. طبعا الرول ده هو مجرد تعويض مباشر في القانون مش اكتر. R equal square root F1 square يعني 3 power 2 plus F2 square plus 2 time F1 time F2 times cosine alpha اللي هي 60. بمجرد ما تحسب هتلاقي resultant equal 7 newton. طبعا ده يا شباب سؤال صريح ومباشر، مجرد بس تعويض مباشر. السؤال التاني: Two forces of magnitudes F1 و F2. بس خلي بالك قال لك ان ال F1 smaller than ال F2. Magnitude of the resultant root 3 F1. And the resultant inclines 30 degree to the force F2. يعني يا جماعة انا هعتبر، يعني هعتبر اي رسمة كأن ده ال F1 وكأن ده ال F2 والresultant ما بينهم. الresultant اسمها root 3 F1، هو اللي قال مش انا. طيب جه قال لك ان الانجل ما بين الريزلتنت ومين واف 2 اللي هي الانجل دي 30 ديجري، طلب ريش اف 1 ريشيو مع اف 2. طيب كنا احنا بنسمي دي ثيتا 1 او خليها ثيتا كده وخلاص. كنا بنقول يا جماعه لو تفتكروا كل فورس على ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين، يعني اقول مثلا اف 1 اوفر ساين 30 ايكوال روت 3 اف 1 اوفر ساين ثيتا بلس 30. الانجل ما بين الاثنين التانيين، فلما اخترت الريزلتنت الاثنين التانيين اف 1 واف 2. طبعا المفروض اكمل واقول ايكوال اف 2 اوفر ساين ثيتا، لكن ما علينا، يعني ممكن نسيبها وممكن لو انت عايز اهو ايكوال اف 2 اوفر ساين ثيتا. خلينا نشتغل على الجزئيه دي الاول عشان نجيب الثيتا بكام. بص يا حبيب قلبي، الاف 1 هتتكنسل مع اف 1 كاني عملت الناحيتين ديفايدد اف 1، هنا اتبقى 1. يبقى عشان اجيب ساين ثيتا بلس 30 عملت روت 3 تايم ساين ثيتا ديفايدد 1، طلعت روت 3 اوفر 2. ده مين يا مستر؟ ده ساين ثيتا بلس 30. طيب الساين بالبوزيتيف يبقى انا عندي اجابتين، يا فيرست يا سكند. لو فيرست شيفت ساين روت 3 اوفر 2 طلع 60 اللي هي ثيتا بلس 30 طلع 60. طب لو سكند كواد 180 ماينس 60 طلع 120، يعني ثيتا بلس 30 تديني 120. افهم الحته الجايه دي، لو الثيتا مشيت بالماينس هنا او ال 30 اقصد مشيت بالماينس يبقى الثيتا ب 30. الاختيار الثاني لو مشيت بالماينس الثيتا ب 90. طب ركز كده معايا، لو الثيتا هنا ب 30 ده معناه ان الريزلتنت بايسكت الانجل ما بينهم، فالمفروض ان الاف 1 والاف 2 يكونوا قد بعض. هو ما قالش كده، هو قال ان الاف 1 اصغر من اف 2. يبقى انا هاخد الاختيار الثاني ان الثيتا يا كابتن بكام؟ ب 90 ديجري. ارجع بقى شيل هنا حط ساين 90، اعمل بقى ريشيو، انا عايز اف 1 ريشيو اف 2 يبقى ساين ثيتا اوفر ساين 90. ساين 90 ب 1 ساين ثيتا 30 بهاف، يبقى هاف ديفايدد 1 يبقى الريشيو 1 ديفايدد 2. يعني دي الطريقه كده اللي جت في دماغنا سريعا ان احنا نعملها بالشكل ده. السؤال الثالث لقيت برضو للاسف ناس من حبايبي الشطار متلخبطين مع ان احنا قايلينها بالشكل ده 1000 مره. The forces F1 و F2 مديها لك بالفيكتور are opposite in directions then the resultant equals not. المستر بدل المره قال 1000 مره، لو مديني الريزلتنت بلغه الفيكتورز يبقى يا مستر الريزلتنت هي السم اوف فورسز حتى لو اوبوزيت دايركشنز، يعني اف 1 فيكتور بلس اف 2 فيكتور. لكن لو كان بيتكلم از ماجنيتيود
كنا نعمل اف 1 ماينس اف 2، بس المفروض كنت تحط كمان ابسوليوت فاليو ما اعرفش مين الكبير. لكن هنا هو بيتكلم يا جماعه بلغه الفيكتور اهو، العلامه اللي فوق اف 1 واف 2 دي الفيكتور، يبقى الريزلتنت هو صم الفيكتورز حتى لو اوبوزيت ان دايركشنز. خلي بالكم منها. كويستشن 4: A body of weight 6 نيوتن is placed on a smooth plane inclined to the horizontal by angle 30. قمت راسم inclined plane على الهوريزونتال. اخد بالي هل ال 30 ديجري مع الهوريزونتال يبقى هنا، لو كانت مع الفيرتيكال كنت هرسم هنا كده واقول هي الانجل اللي بره دي. فهو قال مع الهوريزونتال انجل 30، قمت كاتب 30. قبل ما اكمل هحط البادي زي ما اتعلمنا، انزل تحت بالويت اللي هو 6، اطلع بالرياكشن اللي هو رايت، واطول اللاين بتاعه واقول ان الانجل دي طول عمرها قد دي يعني 30، وابدا اقرا المساله. بيقول لي the components of the weight in direction of line of greatest slope. المستر قالها 10,000 مره عشان اعمل ريسولف للويت. هعمل ريسولف لناحيتين، الناحيه دي اسمها line of greatest slope والناحيه دي اسمها perpendicular to it. هو عايز direction line of greatest slope، او اوقات اقول عليها direction of the plane. طب لو واخد بالك الاثنين دول طبعا 90 degree، هنا ال 30 اقرب للناحيه دي، يبقى انا لو هريسولف هنا هقول 6 كوساين 30، بس هو عايز اللي هناك الجريتست سلوب بعيد عن الانجل يبقى 6 ساين 30. لو حسبت يا جميل 6 ساين 30 تلاقي الانسر طلع لجنابك 3. السؤال اللي بعده: If the force R is resolved into two components F1 and F2 which make with the force R two angles of measures 30 degree 45 degree from different directions of its line of action. يعني يا جماعة هو بيقول لي ايه؟ ال R دي هيحصل لها ريسولف ال F1 و F2. انا هعتبر مثلا ادي يا زميلي F1 وادي يا صديقي F2 والريزلتنت اهي. هو بيقول ان ماجنتيود الريزلتنت، العصايتين دول اللي هم النورم او الماجنتيود، ب 12. بيقول ان هي عامله انجلز 30 ديجري و 45 تو ديفرنت دايركشنز. يعني هنا مثلا مع الاف 1 30 ديجري عشان بدا بيها، مع الاف 2 45 ديجري. فهو بيقول لي هات الاف 1 وهات الاف 2. لقيت حبايبي من الشطار استعجلوا وعملوها كوساين وساين. طبعا دول مش بيربنديكولار عشان اقسم كوساين وساين. ما دام نوت بيربنديكولار يبقى القانون العام احنا حافظينه، يا اما نقول كل فورس على ساين الانجل اللي بين الاثنين التانيين، يا اما نقول اللي احنا حافظينها F1 equal R ساين ثيتا 2 على ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. يعني يا شباب الاف equal R اللي هي 12 ساين ثيتا 2 اللي هي 45 على ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 اللي هي يا جميل 75. حضرتك بمنتهى الشياكة هتحسب تطلع 8.8. طب F2 لو هستخدم نفس القانون R ساين، المرة دي بقى ثيتا 1، ما هي F2 مع ثيتا 1 over ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 يعني equal 12 ساين ثيتا 1 ب 30 على ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 ب 75. لو حسبت تطلع 6.2، يبقى أول واحدة 8.8، التانية 6.2، يبقى أنسر إيه؟ هي يا باشا اللي صح. طبعًا في حد غيري يعملها إيه؟ F1 على ساين الأنجل اللي ما بين الاتنين التانيين اللي هي 45 إيكوال F2 على ساين الأنجل اللي ما بين الاتنين التانيين اللي هي ساين 30 إيكوال 12 على ساين الأنجل اللي ما بين الاتنين التانيين اللي هي ساين 75. كروس مالتيبليكيشن اجيب الاف 1، كروس مالتيبليكيشن اجيب الاف 2. سؤال بعده بيقول لي if the resultant of the two forces F1 and F2 is R equal كذا، يبقى الاي بكام والبي بكام؟ مستر حبيبك قال لك ما دام بلغه فيكتورز يبقى عشان تجيب الريزلتنت اعمل بلس، هات الصم F1 بلس F2 اجمع الاي بلس الاي والجي بلس الجي، كاني بقول اكس بلس اكس وواي بلس واي. 3i plus 5i 8i negative 1j negative 6j ب negative 7j. المفروض قال ان الكلام ده equal، هو اللي قاله 2ai minus 7bj. طبعا انا هساوي ال i بال i وال j بال j اكيد، يبقى المفروض ال 2a تطلع ب 8، ال 2a
تطلع بايت. مشي التو بالديفايد، ايه الديفايد؟ التو الاجابه 4. طيب المفروض يا مستر نيجاتيف 7 بي تديك نيجاتيف 7، كومبوننت الجي ايكوال كومبوننت الجي، نيجاتيف 7 بي ايكوال نيجاتيف 7، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف، مشي ال 7 بالديفايد يبقى البي ايكوال 1. يبقى انا كده جبت له ان الاي ب 4 وان البي ب 1، يبقى الانسر الصح 4 و 1 اللي هي دي، عشان بدأ بالاي وبعد كده بالبي. طبعا لو لخبطهم برضو انت خلي بالك منها، شوف انهي اختيار الصح. In the opposite figure, if the resultant is r equal ai plus bj، بيسألني يبقى البي بكام؟ طب يا جماعة ادي عندي هنا فورس 2 3 4، كنا بنجيب الريزلتنت نجيب الاكس لوحدها والواي لوحدها لو تفتكروا، الاكس بالكوساينات والواي نفس الكلام بس بالساينات. اكس ايكوال 1 كوساين 0 بلس 2 كوساين 60 بلس 4 روت 3، انا بقيس الانجل من اول الايست دايركشن لغايه الفورس بتاعتي، يعني كل دي تبقى طبعا كانها 180 ماينس 30 يعني 150 بلس 3 روت 3 كوساين 270 اللي هي كل ده. اما الواي نفس الكلام بس بالساين، 1 ساين 0 بلس 2 ساين 60 بلس 4 روت 3 ساين 150 بلس 3 روت 3 ساين 270. اكيد يا جماعه ده احنا محتاجين كالكوليتر في القصه الجميله دي. كوساين الزيرو ب 1 يبقى دي كده 1 باي 1 ادي 1، تعالى نحسب بالراحه. كوساين ال 60 بهاف تايم 2 ادي 1، كوساين ال 150 يا مستر نيجاتيف روت 3 اوفر 2 يعني نيجاتيف 12 اوفر 2 يعني المفروض نيجاتيف 6، يا رب نحسب صح. كوساين ال 270 اللي هي يا باشا 0 يبقى ده راح، فطلعت الاكس 1 بلس 1 ماينس 6 ادي نيجاتيف 4. طيب الواي ساين الزيرو هيبقى بزيرو صح كده يا باشا؟ زيرو راح. ساين ال 60 روت 3 اوفر 2 يبقى دي مجموعها روت 3 في الاخر لما تتضرب في ال 2. ساين ال 150 بهاف فبقت 2 روت 3. ساين ال 270 يا مستر نيجاتيف 1 في 3 روت 3 يبقى نيجاتيف 3 روت 3. اجمع روت 3 بلس 2 روت 3 ماينس 3 روت 3 طلع زيرو. يبقى كده يا باشا مصر الريزلتنت نيجاتيف 4i بلس 0j. ولو عايز الماجنتيود اوف ريزلتنت بعمل بايثاجراس، اكيد هنا البايثاجراس ملهاش لازمه عشان دي 0 هتطلع 4، بس عامه سكوير روت الاول باور 2 بلس الثاني باور 2. طبعا انا شلت النيجاتيف عشان كده كده باور 2 هتشيل. هو عايز مني البي بكام اللي هو جنب الجي؟ طب ما كده البي ب 0 اصلا. يبقى مستر من غير كل ده الانسر في الاخر ايكوال 0 يا مستر. طبعا ولو طلب مني انجل، انت متعود ان الانجل او الدايركشن شيفت تان واي على اكس، بس مستر اسلام حبيبك علمك لما تلاقي واحده منهم زيرو اشتغل على الثانيه وخلاص. هنا الواي بزيرو يعني اصلا الريزلتنت مش على الواي اكسس، الريزلتنت على الاكس يا يمين يا شمال. ما دام طلع بالنيجاتيف يبقى شمال، فكنت هقول ساعتها لو قال الدايركشن هقول له 180 ديجري، ده لو قال يعني. اللي بعده يا باشا جاي بيقول لي if r is the resultant of the two forces f2 f1 theta is the measure of the angle between f1 و f2. يعني انا يا جميل لو رسمت f1 و f2 يبقى الانجل ما بينهم على بعض اسمها ثيتا. هو بيقول لي ثيتا over 2 is the angle between f1 and r. يعني يا جماعه لو انا حطيت ال r هنا بيقول لي الانجل ما بين f1 و r اسمها ثيتا على 2 يعني هاف ثيتا. الله، طب ما كده اللي فوق دي كمان تبقى هاف ثيتا، ما انا هقسم الثيتا هاف ثيتا وهاف ثيتا. Which of the following statements is correct؟ طب يا شباب بمنتهى الشياكه، ما دام التو انجلز قد بعض يعني ده معناه ان الريزلتنت بايسكت الانجل بتوين التو فورسز. ما دام الريزلتنت مش اقرب للاف 1 ولا اقرب للاف 2 وفي النص بالظبط، دي معناه ان الاف 1 ايكوال الاف 2 زي ما قلنا زمان. يبقى الستيتمنت اللي صح هنا ان الاف 1 ايكوال اف 2 عشان الانجل ما بينهم اتقسمت نصين. Question 9. If the force of magnitude 13 is in equilibrium with the two perpendicular forces 12 and F newton, then F equal كام؟ طيب يا باشا هو قال لك ال 13 دي equilibrium مع two perpendicular forces
12 وإف. طب اولا ما دام هم ثلاثه وحصل ايكوليبريم يبقى يقدروا يريبريزنت سايدز اوف تراينجل، فهو بيقول ان الفورس 13 ايكوليبريم معاهم، يبقى الاف بكام؟ يبقى انت يا جميل في ثانيه واحده تعملها كانها بايثاغورس، روت 13 باور 2 ماينس 12 باور 2 تطلع الاف ايكوال 5. واحد تاني يقول لي يا مستر انا هعتبر كان الريزلتنت ايكوال سكوير روت اف 1 سكوير بلس اف 2 سكوير ايكويشن اجيب بيها الاف، برضو الاجابه صح في النهايه الانسر ايكوال 5 يا شباب. طيب اللي بعده يا مستر، تعالى كده نبص على اللي بعده. كويستشن 10، A metallic smooth uniform sphere is suspended from a point on its surface by a string and its other end is fixed at a point on in a smooth vertical wall. يعني يا جماعه سفير مربوطه بسترنج هنا والطرف الثاني على الحيطه. To be in equilibrium as it rests on the wall، مريحه على الحيطه كده زي ما انت شايف. Which of the following shapes represents the sphere in equilibrium position؟ طيب انهي واحده في الثلاثه دول equilibrium، في الاربعه دول equilibrium؟ مستر اسلام عايز يفكرك بشرط الاكوليبريم لو اندر 3 فورسز، لازم ال 3 فورسز يبقوا ميتنج ات 1 بوينت اللي هو بنقول عليها كونكرنت، يعني لازم الثلاثه يتقابلوا في بوينت واحده. طيب هنا لو انا طولت السترنج مش هيتقابل مع الرياكشن والويت، ما هو ده ويت ده رياكشن ده تنشن، لو طولت التنشن ما تقابلش، هنا لو طولت التنشن مش هيتقابل. هو طبعا في ثالثه ثانوي كمان ممكن يبقى الثلاثه فورسز بارلل لبعض، بس انت في ثانيه ثانوي عندك ميتنج ات 1 بوينت. طب هنا بقى يا جميل لو طولنا ده اهو باين قوي بالعين اهو ان هيتقابلوا ان 1 بوينت، يبقى هو يا مستر تشويس سي هو الصح، لكن ده برضو لو طول اكستنشن مش هيتقابل مع التو فورسز التانيين، يبقى سي هي الايكوليبريم. In the opposite figure, if the forces is in equilibrium or in equilibrium, يبقى الـ F بكام؟ طبعا سؤال سهل جدا، ده 90 ده 150، اقدر اجيب التالتة عن طريق ماينس من الـ 360 عشان دول accumulative angles. 360 minus bracket 150 plus 90 تديني 120. مسترك حبيبك قال لك ما دام equilibrium يبقى عندك حاجتين، يا لام يا triangle of forces. triangle of forces لو مديني side length، اما لامي لو مديني angles زي كده. يبقى يلا نقول لامي كل فورس على ساين الانجل اللي بين الاثنين التانيين كي اوفر ساين 150 الانجل ما بين الاثنين التانيين ايكوال 60 اوفر ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين 120 زي ما انت شايف ايكوال اف اوفر ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين اللي هي 90. سؤال سهل جدا كروس مالتيبليكيشن عشان اجيب الاف اللي هو عايزها، 60 تايم ساين 90 divided sin 120، لو حسبناها طلعت الانسر 40 root 3. سهله جدا 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 والمستوى جميل يا جماعه. question 12، the opposite figure represents a smooth metal sphere of weight 3 newton. قمت انا هنزل تحت كده بالويت، عايز ابينه الويت 3 اهو ده اللي نزل تحت. At rest stable between a smooth vertical wall and a smooth plane inclined to the vertical by angle 30. يعني بيميل على ال vertical بانجل 30. يبقى ال pressure on the vertical wall بنقط. طبعا يا جماعه احنا خدنا السؤال ده مع بعض في الحصص قبل كده. ده smooth wall بيطلع الرياكشن perpendicular هسميه reaction 1. ده smooth wall بيطلع برضه الرياكشن perpendicular. كده اهو هسميه reaction 2. هو طالب مني البريشر اللي هو الرياكشن يعني على الفيرتيكال وول، يعني انا بسالك عن رياكشن 1. تعالى يا باشا بس اخلقك معايا كده، بس تعالى الاول نقرب شويه للرسم معلش. الشكل ده اللي انا بعلم لك عليه ده كده ده شكل كوادري لاترال، يعني شكل رباعي. مجموع الانجلز بتاعته 360 90 و90 و30، اقدر اجيب الانجل الرابعه 360 ماينس براكت 90 بلس 90 بلس 30 طلع 150. يبقى كل دي 150، دي لوحدها 90 اهي باينه، دي لوحدها 90 فيرتيكال هوريزونتال، فاضل كام من 150؟ فاضل هنا 60 يا مستر. طيب وبعدين
خلي بالك بقى، همسح لك بقى الكلام ده عشان نشوف الرسمه تاني. هنا يا معلم قلنا دي 60 وقلنا دي كده ايه، او العكس معلش ثانيه واحده، قلنا دي كانت 90 ودي كانت 60، دي كمان كلها 90، يبقى فاضل هنا الصغيره دي 30. طب ما ده ستريت لاين يا مستر، 30 يبقى فاضل هنا 150، يبقى اللي في ظهرها برضو 30. كملنا الانجلز كلها، نعمل لامي هنقول الويت اللي هو 3 على ساين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين اللي هو رياكشن 1 ورياكشن 2 اللي هي 150 ايكوال ار 1 اللي انا عايزها على ساين الانجل ما بين الاثنين التانيين اللي هي الانجل ما بين ار 2 والويت 30 و90 و120. كروس ملتيبليكيشن ايه يا حبيب قلبي؟ ار 1 ايكوال 3 تايم ساين 120 ديفايدد ساين 150. هتلاقي الانسر طالع لحضرتك 3 روت 3، يعني الاجابه الصح هي بي. يعني يا استاذ ركز كده في المساله كويس، احنا قلناها وعدناها مع بعض في الحصص كتير. كملنا الانجلز عن طريق الجيومتري وبدانا نعمل لامي كل فورس على ساين الانجل ما بين الاثنين التانيين، طلعنا الرياكشن 3 روت 3. طبعا لو هو كان عايزنا نطلع كمان رياكشن 2 اللي هو بتاع الول دي بقى اللي هي اللي مايله الانكلايند وول، كنت اقدر اجيبها برضو عن طريق لامي، بس هو طلب الفيرتيكال وول، يبقى رياكشن 1 فقط لا غير. كويستشن 13 which of the following doesn't identify a plane. جماعه احنا قلنا انا ممكن اعرف انهي بلين بيكلمني عنه بكذا طريقه. هل لو قال 3 نون كولينير بوينتس اعرف البلين؟ اه، زي السؤال اللي تحت ده، لو قلت لك A B B داش فانا كده اقصد A B B داش A داش، اقصد ده. فلو قلت لك 3 نون كولينير بوينتس اعرف البلين. طب لو قال لي A straight line and a point on it، لا طبعا ما اعرفش البلين، يبقى هي دي اللي ما اقدرش اعرف بيها البلين. لكن لو قال لك straight line و point outside it اعرف البلين. يعني لو قال لك A داش A و B يبقى مستر برضو البلين ده. لكن لو قال A A داش و A، طب ما انا ما اعرفش انهي بلين، ممكن يبقى البلين اللي في الظهر A داش A C C داش، ممكن يبقى اليمين A داش A B B داش. طب two parallel lines اقدر اعرف بيهم البلين، two intersecting lines اقدر اعرف بيهم البلين. question 14 in the opposite figure the number of straight lines that is Q with A A داش. احنا قلنا يا جماعة Q معناها ان هما not contained، خلي بالك من الكلام ده، not contained in one plane او in the same plane and they will never ever intersect. زي مثلا بي بي داش مع الاي سي، بي بي داش مع الاي داش سي داش. فهو بيقول لي مين سكيو مع اي اي داش، اي اي داش. طيب ما تيجوا نشوف ونعد، هو بيقول لي عددهم كام. مثلا يا جماعه لو انا قلت سي داش بي داش هو سكيو معاه، ده طالع لفوق وده بيمشي يمين وشمال عمرهم ما يتقابلوا، سي بي سكيو معاهم. انما اي لاين تاني في الرسمه مش سكيو، يعني ده بارلل ده بارلل ده انترسكتنج وبربنديكولار ده انترسكت ده انترسكت، يبقى مفيش غير اتنين بس اللي كان سكيو يا مستر مع الاي اي داش، هما سي داش بي داش وسي بي. طيب كلام جميل جدا. كويستشن 15 in the regular pyramid if A is the length of the lateral edge B is the length of the height of the pyramid C is the length of the slant height، يبقى مين اكبر من مين اكبر من مين؟ تعال اشرحها لك على رسمه كوادريلاترال بيراميد كده مثلا، اهو كده كده كده. بص يا باشا وركز في اللي المستر هيقوله، لو الهايت نازل من هنا اهو بينزل بيربنديكولار، السلانت هايت بينزل هنا بيربنديكولار، فلو وصلنا ده ببعض اولا كده السلانت هايت اكبر من الهايت عشان بيبقى كانه الهايبوتنس بتاعه في الترينجل ده، يبقى مبدئيا السلانت هايت اللي هو السي اكبر من الهايت نفسه اللي هو مسميه هنا بي، صح كده؟ طيب اللاترال ايدج اللي هو مسمي اللاترال ايدج ايه اللي هي دي، لو خدتها انت يا باشا مصر في الترينجل ده، ده رايت
يبقى اللاترال ايدج هو الهايبوتنس، يبقى اكبر من السلانت هايت. خلي بالك يعني كده مين اكبر واحد؟ هو الاي اللي هو اللاترال ايدج، ده اكبر واحد. بعد يا مستر يعني الاي اكبر من السي اكبر من البي، يعني اكبر واحد هو الاي عامه. طب لو انت بصيت عندنا في الاختيارات هتلاقيها دي، الاي اكبر من السي والسي اكبر من البي. يبقى اللاترال ايدج اكبر واحد، بعدين الاسلانت هايت، بعدين اصغر واحد الهايت نفسه. question 16، the opposite figure represents a regular pyramid net. طبعا يا جماعه ده بيراميد مفرود، انت تخيل كده ان ده الفيس ده كده اهو هيطلع لفوق، وده هيطلع لفوق، وده هيقفل من الجنب، وده هيقفل من الجنب، بقى كوادريلاترال بيراميد، بس البيز على شكل ايه؟ سكوير، يعني ريجولار كوادريلاترال بيراميد. طلب مني الفوليوم بتاعه. طب لو انا جيت رسمته لك يا باشا، ادي السكوير متدلع شويه كده بس انا عارف انها 90، وحطيت فيرتكس، ادي لاترال ايدج 2 3 4، حلو حلو. السايد تحت ب 6، مين يا مستر الروت 34 ده؟ ده يا كابتن مين؟ لو انت شايف كويس اللاترال ايدج روت 34. طلب مني الفوليوم بتاع البيراميد، فوليوم البيراميد عامه 1 اوفر 3 تايم بيز اريا تايم مين يا جميل؟ تايم الهايت نفسه. حصل حصل يا مستر. بص يا باشا، هنقول ايكوال 1 اوفر 3 تايم البيز اريا على شكل سكوير، يبقى سايد باور 2 6 تايم 6 ب 36. كده فاضل لي انا وانت نطلع الهايت. ادي 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 الهايت، ده اللي انا عايزه هايت. الهايت قلنا بيربنديكولار على اي لاين في البيز، فانا عايز اطلع الهايت. قلت له يا مستر طب اعمل ايه؟ قلت لك ما تيجي ياض انت وهو نجيب السلانت هايت. معلش الاول السلانت هايت بينزل يبايسكت وبيربنديكولار على البيز او على البيز ايدج. ال6 اتقسمت 3 و3، لو مسكت انا وانت يا معلم الترانجل ده اقدر اجيب السلانت هايت اسميها اس اتش من بايثاغورس روت الهايبوتنس باور 2 يعني روت 34 باور 2 ماينس اللي تحت ده باور 2. لو انت يا جميل حسبت 34 ماينس 9 ب 25 روت 25 ب 5. يبقى انا وانت طلعنا السلانت هايت ب 5. خش بقى على الترينجل بتاعه هو مع الهايت، اقفل كده. انت عارف ان ده هاف ده من غير حوارات كتير. لو رسمت دياجونال هتلاقي 100 بوينت، و100 بوينت يبقى ده هاف ده. ما دام ده 6 يبقى ده ب 3. خش لي على الترينجل الاسمراني الجميل ده اللي تحت ب 3 والهايبوتنس كده بتاعه بقى 5، يبقى الهايت اكيد بالبايثاغورس سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 طلع 4، احنا حافظينها 5 و 3 يبقى 4. كده الهايت يا معلم ب 4. احسب 1 اوفر 3 تايم 36 ادي 12 تايم 4، الانسر 48 كيوبيك سنتيمتر، عشان ده فوليوم، يبقى الانسر هي ايه. اتمنى يا جماعه يا جماعه يبقى الكلام واضح. 17 ذا لاترال اريا، على فكره في اوقات يا جماعه يقول لك لاترال اللاترال هايت يقصد بيه السلانت هايت. هنا بيقول ذا لاترال اريا اوف ا رايت كون اوف بيس ريديوس 15 اند هايت 20، ده جاي يهزر معانا. اللاترال اريا بتاعت الكون قانون شياكه قوي حافظينه باي ار ال. طيب الباي هسيبها باي عشان هو سايبها في الاجابه باي. الار اداني 15 كده ناقصني ال. لو انت يا جميل بس رسمت كون في الامتحان في ثانيه واحده، ادي تحت الريديوس اللي هو 15، انا عايز ال اللي هو الكون درور. طب هو اداك يا باشا ان الهايت ب 20، شغل اطفال بايثاغورس، عشان تجيب ال سكوير روت 20 باور 2 بلس 15 باور 2 طلع ب 25. ارجع عوض هنا ب 25 مكان ال. اعتقد يا جماعة يعني كلام ابسط ما يكون. لو حسبنا الحسبة الجميلة الطعمة دي يطلع لي الانسر 375 باي سنتيمتر سكوير. هو سايب الباي في الاجابة، يبقى اقول له 375. question 18 the opposite figure represents a regular hexagonal pyramid، يعني البيز على شكل هيكساجون بس regular، يعني كل السايدز قد بعض 8888 وكل الانجلز قد بعض 120 احنا حافظينها. بيقول لي the length of the base side and slant height are 8 to 14. يعني بيقول لي البيز لينث ده ب 8.
اما السلانت هايت اللي هو رسمه هنا ده كده ب14. طبعا انت عارف ان السلانت بينزل بيربنديكولار وباي سيكتور كمان بالمره. طلب مني البيراميدز لاترال اريا. قانون اللاترال اريا بتاع البيراميد بيقول هاف تايم بيز بارامتر تايم سلانت هايت. ده يا جماعه مساله مباشره انا فاكرها اصعب من كده طلعت سهله. هاف تايمز بيز بارامتر. البيز هيكساجون يعني 6 سايدز كل سايد ب 8 يبقى البارامتر 8 باي 6 ب 48 تايمز سلانت هايت. ده هو مديني السلانت هايت جاهزه ب 14. ايه يا عم طيبه القلب دي؟ لو انت حسبت هاف تايم 48 تايم 14 هتلاقي الانسر 336. يبقى اللاترال اريا 336 سنتيمتر سكوير. حابب افكرك بحاجه قبل ما اقلب السؤال ده، ان احنا خدنا رول بتقول اريا اوف اني ريجولار بوليجون. قال لك بقى ريجولار هيكساجون ريجولار اوكتاجون. قانون كان بيقول كوارتر ان اكس باور 2 كوتان باي على ان. الان هي النمبر اوف سايدز اما الاكس هو السايد لينث. مستر استخدمه ايه؟ ده لو انت محتاج البيز اريا زي مثلا لو محتاجها في الفوليوم لو محتاجها في التوتال اريا. طب ده لو مديك السايد لينث اللي هي الاكس والان طبعا النمبر اوف سايدز. اما لو مديك حاجه اسمها سيركم سيركل معديه بالبيز فهيديك الراديوس بتاعها. فكان في برضو قانون يجيب لي الاريا اوف ان ريجولار بوليجون بمعلوميه الراديوس بتاع السيركم سيركل. هاف ان ار باور 2 ساين 360 اوفر ان. برضو الار هي راديوس السيركم سيركل، الان النمبر اوف سايدز. ده تجيب الاريا اوف ان ريجولار بوليجون هيكساجون اوكتاجون بنتاجون هيبتاجون اي حاجه. كويستشن 19. The equation of the circle whose diameter AB واداك الA والB. يعني دي يا جماعة سيركل مديني diameter AB. طبعا diameter يبقى الميد بوينت بتاعته هي السنتر. اداك الA 2 ونيجاتيف 7 اداك الB 6 و 5. انا عشان اكتب equation السيركل بتقول X minus L power 2 plus Y minus M power 2 equal R power 2. يعني لازم اعرف السنتر اللي هو L و M واعرف الراديوس. طيب بمنتهى الشياكة السنتر يقرب للديامتر الميد بوينت بتاعته. يبقى عشان اجيب الميد بوينت بجمع البوينت الاولى بلس البوينت الثانيه ديفايدد 2. لو جمعت 2 بلس 6 تديك 8. 2 بلس 6 تديك 8 ديفايدد 2 يبقى 4. يبقى اول كوردينيت للاكس هنا 4. طب كوردينيت الواي لو جمعت نيجاتيف 7 بلس 5 تديك نيجاتيف 2 ديفايدد 2 يديك نيجاتيف 1. يبقى البوينت الكوردينيت الثاني نيجاتيف 1. اديني جبت السنتر. ارجع اكتبه اكس ماينس 4 باور 2 بلس واي ماينس نيجاتيف 1 فبقت بلس 1 باور 2. المفروض اقول ايكوال راديوس باور 2. عندك 5000 طريقه تطلع الراديوس. يا اما تجيب ديستانس بتوين 2 بوينتس اي ام مثلا بقانون ثالثه اعدادي سكوير روت اكس 2 ماينس اكس 1 باور 2 بلس واي 2 ماينس واي 1 باور 2 جبت الراديوس. او ام بي نفس الرول او اي بي نفس الرول بس كده دايمتر اعمل ديفايد 2 في الاخر. الاشيك من كل ده اعوض ببوينت بس بشرط تكون على السيركل في الايكويشن نفسها اللي انا كتبتها. دي اسهل. يعني ما ينفعش اعوض بالام عشان دي مش على السيركل دي جوه السيركل. يتعوض بالاي يتعوض بالبي. تعال نعوض بالبي اللي هي يا جماعه كام؟ 6 و 5. هنيجي مثلا نقول على جنب كده 6 ماينس 4 باور 2 بلس 5 بلس 1 باور 2 ايكوال ار باور 2. لو حد حسبها لي يا شباب ادي 2 باور 2 ب 4 6 باور 2 36 يطلع الار باور 2 ب 40. اقوم راجع شاطب دي بقى وكاتب مكانها 40. يعني لو انت بس معايا ثانيه واحده كده امسح ده يا مستر. دي الايكويشن النهائيه للسيركل اللي هو عايزها. لو بصينا انا وانت دورنا مع بعض على شكل الاختيارات هتلاقيها ايه اول واحده. السؤال اللي بعده اخر سؤال في التشوز. The radius length of the circle تعالوا نكتبها تحت x squared plus y squared minus 12x plus 4y minus 9 equals 0. طبعا يا كباتن هو كده مديهالي جنرال فورم. قلنا عشان نجيب السنتر والراديوس لازم نتاكد من كذا حاجه. اولا الكوفيشنت الاكس باور 2 كوفيشنت الواي باور 2 قد بعض و1 و1 لازم 1 و1 شرط. طب لو 5 و5 اقسم الايكويشن كلها على 5 الاول. تاني شرط اتاكد ان ناحيه اليمين 0.
عشان اجيب السنتر بروح على كوفيشنت الاكس الغلبانه ديفايد نيجاتيف 2، كوفيشنت الواي الغلبانه ديفايد نيجاتيف 2، مش الباور 2 لا الاكس والواي. فبقى السنتر بتاعي 6 ونيجاتيف 2 ده السنتر. طيب الراديوس ايكوال سكوير روت اول كوردينيت باور 2 بلس تاني كوردينيت باور 2 اللي هو السنتر، طبعا النيجاتيف كده كده بارت واي شالها، ماينس الدي فبقت ماينس ماينس 9 اللي هي بلس 9. عشان كده قلت لازم زيرو، يعني لو الرقم هنا في رقم بره تدخله جوه الاول. لو حد فيكم يا جماعه حسبها لي تطلع 7، يبقى الراديوس ايكوال 7، ولو طلب الدايمتر اضربها باي 2 يبقى 14، لو طلب الاريا يبقى باي ار باور 2، لو طلب السيركمفرنس يبقى 2 باي ار. عندي الار خلاص اعمل اللي انا عايزه. فاضل السؤالين المقالي. اول سؤال مقالي بيقول لي تو فورسز اوف ماجنيتيودز اف واف روت 2 نيوتن اكت ات ا بوينت، ذا ريزلتنت از بيربنديكولار تو ذا فيرست فورس، فايند ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين ذا تو فورسز. قلنا يا جماعه بدل المره 10000 مره، اهم سبيشال كيس في ليسون 1 هي الحته دي. لو الريزلتنت بيربنديكولار على الفيرست فورس اقوم كاتب اف 1 بلس اف 2 كوساين الفا ايكوال 0. جت منين؟ كان عندي قانون التان ثيتا ايكوال اف 2 ساين الفا على اف 1 بلس اف 2 كوساين الفا. الالفا الانجل بتوين التو فورسز، الثيتا الانجل ما بين الريزلتنت وفورس 1. طب لو قال لي الثيتا ما بين الريزلتنت واف 2، هبدل الاف 2 والاف 1 مكان بعض. المهم هو بيقول ان الانجل ما بين الريزلتنت والفيرست فورس بيربنديكولار يعني 90. لو انت قلت تان 90 ماث ايرور، ماث ايرور وديفراكشن، يبقى اللي تحت بزيرو. انا بس بقول لك القانون جه منين مع اني قلته 10000 مره. فاول ما يقول الريزلتنت بيربنديكولار على الفيرست فورس اكتب اللي تحت ده بيساوي زيرو. اف 1 بلس اف 2 كوساين الفا ايكوال زيرو. الاف 1 سماها اف، الاف 2 سماها اف روت 2 كوساين الالفا الانجل ما بين التو فورسز هو اللي عايزها ايكوال 0. اعمل الايكويشن ديفايدد اف، فهنا الدقه 1 طبعا الاف هتروح والاف هتروح، مشي ال1 بالنيجاتيف بقت روت 2 كوساين الفا ايكوال نيجاتيف 1، مشي الروت 2 بالديفايد كوساين الالفا ايكوال نيجاتيف 1 على روت 2. قلت لك 10000 مره دي الحالات الوحيده في الكوزاين بالنيجاتيف اللي اقبل تحط على الاله شيفت كوزاين بالنيجاتيف، عشان كده كده احنا اخر الانجل 180. فسواء هنا او في الكوزاين رول جوه التراينجل كده كده اخرنا 180، فما فيش ثيرد وفورث كواد، فانا اقبل تعمل شيفت كوزاين الرقم بالنيجاتيف زي ما هو تطلع الانسر 135 ديجري. سهله جدا جدا جدا، عليها درجتين. السؤال الجاي المفروض يبقى عليه 3 درجات. Find the general form of the equation of circle. اداني السنتر and pass it through the point كذا. يعني يا جماعه كان دي السيركل اهي. اداني السنتر 7 ونيجاتيف 5. واداني بوينت على السيركل 3 و 2. بص يا باشا. عندك طرق كتير جدا 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 تحسب بيها الكلام ده. انا عن نفسي عايز يبقى معايا السنتر والراديوس الاول. فانا الراديوس ممكن احسبه بالديستنس بتوين تو بوينتس، جربنا اللي فاتت مع وط في الايكويشن، المره دي نجرب ديستنس بتوين تو بوينتس. يبقى قلنا كل حاجه اكس 2 ماينس اكس 1 باور 2 بلس واي 2 ماينس واي 1 باور 2. لو حد حسبها طلع روت 65. حلو يا مستر، كده انت معاك السنتر والراديوس. في ناس كانوا بيعملوا ايه عشان يجيبوا الجنرال فورم؟ يجيبوا الاول الستاندرد فورم اللي هي شبه دي يا جماعه، دي يجيبوها الاول ويقعد يفك البراكت يفك البراكت ويدخل دي جوه ويقول ايكوال زيرو توصل مع جنرال فورم. انا على فكره قابل الطريقه دي، بس في طريقه تجيب لي الجنرال فورم مره واحده. اكتب كده اكس باور 2 بلس واي باور 2. المفروض لو انا مديك الجنرال فورم وعايز السنتر بتعمل ديفايد نيجاتيف 2 لكوفيشنت الاكس والواي. طب المره دي بقى انا عايز اجيب كوفيشنت الاكس والواي ومعايا السنتر، يبقى بدل ديفايد نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 2. 7 باي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 14 واحط اكس. نيجاتيف 5 باي نيجاتيف 2 ببوزيتيف 10 واحط واي. طيب الدي كان ليه قانون بنطلعه ال سكوير بلس ام سكوير ماينس ار سكوير، يعني 7 سكوير بلس
نيجاتيف 5 سكوير ماينس ار سكوير اللي هي 65. لو حد فيكم يا جماعه حسب لي دي يطلع ايكوال 9، يبقى نقوم قايل بلس 9 ايكوال 0. انت كده جبت الجنرال فورم. ممكن واحد تاني زي ما قلت يكتبها ستاندرد الاول بدل دي، اكس ماينس السنتر بتاعها باور 2 بلس واي ماينس السنتر بتاعها ماينس ماينس 5 بقت بلس 5 باور 2 ايكوال راديوس باور 2. لما اعمل لده باور 2 طالع 65، وابدا افك البراكت اول في نفسه تاني في نفسه، اول تايم تاني تايم 2، ونفس الكلام هنا، وادخل ال 65 جوه واجمعها مع اللايك، هتلاقي يطلع لك الجنرال فورم. كده يا جماعه خلصنا الامتحان الاسترشادي اللي الوزاره منزلاه. اتمنى يبقى الناس استفادت من الافكار اللي فيه. بصراحه هو افكاره بسيطه، المستوى كويس جدا، بسيط مش صعب. فعايز الناس تبقى كده افتكرت الدنيا كلها وعملت ريفريش معايا. ابدا حل امتحانات كتير قوي قوي قوي، اي حاجه تعطل فيها ابعت لي هتلاقيني معاك وفي ظهرك باذن الله على طول. بالتوفيق يا شبابنا، السلام عليكم.